هذه قصة صداقة جمعت بين طفل صغير ودب لطيف يدعى كارو. في المرتفعات حيث جمال الطبيعة يمتع النظر، عاشت حيوانات كثيرة في الغابات البدائية. وفي أعماق هذه المرتفعات عاش رجل عجوز. إن عمي يذهب إلى الصيد كلما سمح له الوقت، هذه عادته. ها؟ هذا يبدو مخيفا. ولكن الحيوانات تخاف أكثر عندما تشعر باقتراب الإنسان. لو تسلقت الجبال ستكبر وتصبح قويا. سأخذك معي في المرة القادمة. يجب أن تأكل من ثمار الغابة، فهذا سيجعلك قويا يا ماهر. يجب أن تنام بعد العشاء مباشرة. سينام الليلة معي في الحظيرة. لا تتوقع أن ينام في مكان كهذا. لقد أمضيت الأسبوع الماضي وأنا أحضر فراشا له عندما علمت بقدومه. اعتقدت ذلك. عندما توفيت والدة ماهر كان طفلا صغيرا، فاعتنت به زوجة كمال حتى أصبح في سن الخامسة. وعندما مرض وأصبح ضعيفا حضر لكي يقضي إجازة في بيت العم كمال. أنت سبب هذا الإزعاج؟ أخرج حالا. عمي؟ لقد خاف ماهر خوفا شديدا. هل كنت تحاول أن تخيف ماهر؟ تكلم. كلا، لقد ذهب كارو الليلة الماضية وعاد الآن. إنني آسف، أخافك الدب؟ لقد ربيناه هنا منذ كان صغيرا. أتتركونه طليقا هكذا؟ إن كارو مسالم. تعال هنا، سوف أعرفك بكارو. ماهر، كارو دب لطيف، لا داعي للخوف منه. تعال يا ماهر بسرعة، إنه لطيف جدا، ألا تصدق؟ انظر. سامر، لقد أخبرتك، تعال من هنا. ولكن الدب يبقى دبا. كارو، أريد أن أعرفك بماهر، إنه صديق جيد، كن لطيفا معه. إنك جبان، اقترب والمس الدب. هيا اقترب. إذا كنت تخاف هكذا فكيف ستعيش هنا في الجبال؟ ضع يدك عليه. حسنا. هل رأيت؟ هل تريد أن تركب عليه كالحصان؟ نعم. هذا جيد. حسنا. كارو، هيا. هذه هي طريقته في التحية. كارو؟ ها؟ رائع، إني مثل طرزان بالضبط. جبان مثلك طرزان؟ لا يمكن. هذا لا شيء. لا. كان ذلك مخيفا. الدببة تحب العسل، يجب أن تسامح كارو، هذا طبيعي. لابد أن هناك الكثير من الكستناء. إن كارو يحاول. أخ كارو،
تذكر يا ماهر. شكرا. كان ذلك قريبا. كارو. ماذا؟ إن لكارو صدرا كبيرا. إنها أنثى. ماذا؟ لقد أعطيناها الاسم عندما كانت صغيرة وظل الاسم هكذا. في يوم من الأيام ذهب سامر وماهر ومعهما الدب كارو إلى الغابة ليقضيا ليلة هناك لنسترح قليلا. أنا متعب. ماذا؟ أنت كسلان. ساعده يا كارو. هذا أسوأ من الوضع الأول بكثير. أمطئ قليلا. يجب أن لا تقف فجأة. هيا يا ماهر لنواصل المسير. كيف تشعر الآن يا ماهر؟ أفضل؟ نعم أفضل. أستطيع رؤية انعكاس النجوم في عيني كارو. لقد وجد العم كمال كارو هنا عندما كانت صغيرة بحجم قطة. إذا هذا مسقط رأسها. أعتقد أنها ابتعدت عن أمها. لابد أنها شعرت بالوحدة بدون أمها. أوه نعم. ولكن ماذا عنك أنت؟ ليس لك أب ولا أم، أليس كذلك؟ أنا بخير، لدي عمي وعمتي هنا. عندما أكون في القرية أتمنى لو أن أمي موجودة، ولكن هنا أشعر أني بخير. ماذا تعني؟ إن لي أما قوية عطوفة هنا أحبها كثيرا. هناك أحد قادم. كارو. ما هذا؟ ماذا تفعل يا سامر؟ هل تصاب كارو بأذى؟ إن كارو ذاهبة. تعالي هنا يا كارو. كارو ومرت سنة، وفي بداية فصل الربيع هذه أنت يا كارو؟ هل قلت كارو؟ إنها كارو حقا. ها؟ كارو؟ كارو.
أنت يا كارو. كارو، إننا سعداء في أنك عدت إلينا. لقد افتقدتك. إنهما لطيفان. هكذا إذن، لقد ولدت بعض الصغار. تعال هنا، تعال يا صغير، لا تخف. ماهر، لقد عادت، أليس كذلك؟ ألست سعيدا؟ نعم. هيا بنا، هؤلاء أصدقاؤك الجدد. أنا صديقكم ماهر، سأسميك سمسم وأنت تمتم. سيصبح المكان مكتظا، سأذهب وأخبر العم كمال. يجب أن لا تتركينا ثانية، سنعود الآن لنلعب معا. ما هذا؟ إنها دائما معهم. كارو، إنها لا تجيب. تعال، سوف نذهب لنلعب. هيا، إنها لا تهتم بنا، إنها مشغولة بصغارها. هيا، ولكن الأمر لن يكون مسليا بدونها. أوه. بدأت الدبابة الصغيرة تشكل إزعاجا لماهر وسامر. ها، أعتقد أن علينا أن نستعمل الحيلة. لنضع بعض الفلفل الأحمر في الحليب ونطعمهم إياه. هذه الصغار. هذا حار جدا، سوف يشعلهم. أحضرهم، سوف نسقيهم منه. حسنا. سمسم، تمتم، تعالا هنا، لدينا شيء لذيذ لكما. تعالا خذا الحليب، إنه لذيذ. ماذا يجري هنا؟ هل أكلا شيئا غريبا؟ يبدو أنهما يتألمان بشدة. هل تستطيع فعل شيء؟ إنهما ضعيفان جدا. الأم المسكينة، إنها متألمة لهما. أشعر بالأسى، ولكني لا أعرف ماذا أفعل. آمل أن يشفيا سمسم وتمتم من أجل كارو المسكينة. أرجو أن يشفيا بسرعة. اشربي بعض الماء، ستشعرين بتحسن. لابد أنك لا تنامين. أنا آسف يا كارو، لقد فعلنا شيئا فظيعا. ماهر، لقد قالت عمتي إنه يجب أن تنام في البيت لأن الجو بارد. إني قلق على سمسم وتمتم، لذلك فسوف أنام هنا. إني آسف يا كارو، ما كان يجب فعل ذلك. حسنا، سأبقى هنا الليلة. Thank you.
حزينة لما حصل المسكينة سمسم. أعلم أنك حزين، ولكن ماذا نفعل؟ لقد كانت أمك وحيدة هنا، يجب أن تكون قويا، ولكنك محظوظ جدا، فلديك أم قوية هنا. كارو عزيزة علي أيضا. الأمر؟ لقد جن جنون كارو. سوف نقاتل النسر. عندما يحل الظلام فلن يستطيع النسر أن يرى. حسنا سامر، أحضر بندقية. حاضر. هذا الجرح عميق، لا نستطيع مساعدتها. كارو، سوف أعتني بها يا عمي. ولكن لن يكون باستطاعتنا حملها. هذا لا يهم، سنبني كوخا هنا وسأبقى بقربها لرعايتها. هل أنت قلق عليها؟ نعم أنا قلق، إذا حدث لها شيء فسيبقى سمسم وحيدا، وهذا أمر سيء. هكذا؟ هيا كارو، يجب أن تتحسني. حسنا سوف أساعدك. جيد. وبدأ الصبيان بالعناية بها، وبعد ستة أيام لقد تحسنت حالة كارو، وامتلأ قلب ماهر وسامر بالفرح والسعادة، وبقيا أصدقاء للأبد.